أغرب توائم ملتصقين لن تصدق أنهم موجودون. يعتبر الحصول على توأم نعمة وتحدي في نفس الوقت، كما أنه من المميز مشاهدتهما وهما يكبران معا. لابد أنكم سمعتم يوما عن بعض الأشخاص الذين يمتلكون رأسين في جسد واحد، ولابد أنكم تتساءلون كيف يمكن لهذا أن يحدث. نقدم لكم اليوم أغرب توائم ملتصقين لن تصدقوا أنهم موجودون. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا من قناة عالم المعرفة. نيفوانالي كولستين. نيفوانالي كولستين هما توأمان ملتصقان عند الرأس، وقد عاشا رغم توقعات الأطباء بموتهما. تمتلك كل واحد منهما رأسا وجسدها الخاص، لكن رأسيهما ملتصقان ما يصعب الأمور عليهما. وقد ظن الأطباء أنهما لن يعيشا طويلا، إلا أنهما بلغتا الآن سن 18. قالت والدتهما أن الأطباء أخبروهما أنها ستنجب توأمين ملتصقين، وقد توقعوا أنهما سيموتان بعد الولادة أو سيعيشان قليلا، وحتى إن عاشا فإن حياتهما ستكون صعبة للغاية. إن هاتين الأختين هما معجزة إلهية، حيث تمثلان من 2-6% من التوائم الملتصقين في العالم. وبالرغم من أنهما لم تريا بعضهما البعض إلا عبر انعكاسات المرآة، إلا أن علاقة وثيقة تجمعهما. يعتبر الخضوع لعملية فصلهما أمر خطير للغاية، ذلك أن نسبة الفشل عالية، ويمكن للتوأمين أن يموتا خلال أو بعد العملية، أو أن يعانيا من خلل في الدماغ. لكن والدتهما تقول أنها فخورة للغاية بهما، وأيضا بما يقومان به. جادون وأنيس ماكدونالد. ولدا جادون وأنيس كتوأمين ملتصقين عند الجمجمة، وقد خضعا لعمليات فصل قبل عامين في مستشفى الأطفال مونتيفور في المركز الطبي بنيويورك، وقد استمرت العملية ل27 ساعة. كانت مراحل الشفاء أسهل وأسرع بالنسبة لجادون الذي يتعلم كيف يقرأ ويتكلم ويمشي بمشاية الأطفال، بينما ظلت أنيس حبيسة الكرسي المتحرك. وقد عانت عدة صعوبات صحية بعد العملية، منها الإكزيما والتشنجات، لكن والدان كريس ونيكولا قالا أنهما قاما بالتصرف الصحيح، فلولا لم تتم هذه العملية لكانا قد ماتا لا محالة. يعرف التوأم الملتصق عند الجمجمة بفيرغوس الجمجمة، وهو أقل نوع التوائم الملتصقة انتشارا، حيث يمثل 2% في العالم. وقد قال الزوجين أنهما الآن مهتمان بطفلهما وبمراقبتهما وهما يكبران. جوي وجويس ماجيسون. تخضع جوي وجويس وهما توأمان ملتصقان عند الجبهة لتحليل واختبارات لدراسة إمكانية القيام بعملية فصل لهما، رغم احتمالية وفاتهما أثناء العملية. ولدت جوي وجويس من الفلبين بحالة تسمى الزاوية القحفية الأمامية الجزئية، وعائلتهما تريد لهما أن يعيشا حياة طبيعية، ولهذا فإنهم مستعدون للمخاطرة والقيام بالعملية، رغم أنهم يعلمون أنهم قد يخسرون كلاهما أو إحداهما. وقيل لهم أنهم يحتاجون 75,000 جنيه إنجليزي للدفع لأجل العملية التي قد تغير حياة التوأم للأبد. لكن الأب باتريك والأم قالا أنهما غير قادرين على جمع هذا المبلغ بمفردهما، وقد كانت هناك جمعية خيرية محلية تدعم علاج التوأم، إلا أنهما توقفا عن تمويلهما بعد أن قال الأطباء أن العملية قد تسبب وفاتهما. لدى التوأم حس استيعاب عالي، لكنهما كثيرا ما يعانيان عند القيام بنشاطهم المفضل، كما أن علاقة قوية جدا تجمعهما معا. التوأم التايلاندي الملتصق. غالبا ما يكون الإخوة مقربون من بعضهما البعض، ويشتركون الملابس والأسرار، لكن هذا التوأم بين وبان شبه الملتصقين كليا، حيث يشتركان نفس الخصر والقدمين، ما يجبرهما على المشي بمساعدة يديهما. ولد هذان الأخوان برأسين وجذع وأيد منفصلة، وتتحكم بين بقدم بينما يتحكم بان بالأخرى، لكنهما تعلما المشي وارتداء الملابس، بل وحتى ركوب الدراجة الهوائية. درس الأطباء احتمالية فصلهما، لكن التوأم قال أنهما يرغبان بأن يبقيا معا هكذا للأبد،
وقد استطاع التوأم أن يمشي كسرطان البحر بفضل قدميهما وأيديهما، كما أنهما يستطيعان صعود الدرج دون مساعدة. وبالرغم من كل هذا، إلا أن شخصية بين وبان قوية وممتازة جدا، ولا يزالان يؤكدان أنهما لا يريدان أن يتم فصلهما، رغم أن الأطباء قالوا أن الفصل قد يكون ممكنا. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا.